هايو انيو، ازيكم؟ بنك كنا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. وفيديو النهارده هيكون عن مقلب في ادهم. بس قبل بداية الفيديو تنسوش تحطهم لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. و بتنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ الفيديو. ومقلب النهاردة هيكون عندي الفيروس، ان انا عندي الفيروس. وبس من تعطون لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان، وتنسوش تكتبوا لنا تعليقات حلوة عشان دي اللي بتشجعنا ان احنا ننزل فيديوهات. وبس يلا بينا نبدأ الفيديو دلوقتي. طبعا يا جماعة المقلب ده كان جامد جدا جدا جدا. وبس يلا بينا نبدأ الفيديو. هاي انيو، ازيكم؟ بخير الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا خير. وفيديو النهارده هيكون عن فيديو جامد جدا جدا جدا. وطبعا يا جماعه الفيديو ده هيكون مقلب في ليليان او ليلي، يعني انه تعال اقول لكم ان انا عندي الفيروس. وقبل بدا الفيديو مش تنسوا تحطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتنسوا تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف المقلب هيمشي ازاي. طبعا فكره ما تخطرش على باله ولا اي حاجه، جهنميه. طبعا يا جماعه طبعا انا عامله حسابي وجبت ورقه مزيفه وحطيت فيها التحاليل بقى وكده، ويعني تفهمين. تعالوا بقى نشوف البيت بقى بيعمل ايه وكده. يلا نشوف تعملوا ايه يا عيال. اللعبة دي حلوة اوي اوي اوي. ماشي، وانتي بلع. بس اخدت لعبتي. اهدي اهدي، في ايه؟ خلاص نلعب بيها مع بعض. ماشي ماشي، فكرة جميلة خالص. ماشي، عايزكم تساعدوني في خطة رهيبة. ايه ايه يا ماما؟ عايز مشيلة. ايوه ايوه اهدوا اهدوا. انا هعمل مقلب. مقلب؟ مقلب في مين؟ فينا؟ لو مقلب فيكم هاجي اقول لكم ازاي اخبايا. احم بدون شتيمة لو سمحتي. اه ماشي. مقلب في ادهم. ادهم؟ عمو ادهم ده عصبي جدا. ايوه ايوه ده عصبي اكتر من حياتي. لا 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 عادي عادي. ومقلب هيكون ان انا عندي الفيروس فمش هيتعصب، بس لما يعرف انه مقلب هيتعصب. ما هو ربنا يديها على خير. هتكونوا معايا مشاركين في المقلب؟ ايوه 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 ايوه. ماشي، انا رايحه اغير هدومي بقى وايه عشان نبدا المقلب. انا بقى رايحه اقول لهم دلوقتي عشان يساعدوني في المقلب. يا عيال عمو عمو انت لحقت تعرف؟ اعرف ايه؟ لا 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 ولا حاجه. بصوا انا جاي اتفق معاكم على مقلب. انت كمان تقولي حاجه؟ لا 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 ما بقولش. مقلب اللي انا عندي الفيروس. طب ثانيه اتلقى كده، عايزين نقول حاجه. اجتماع اجتماع مفاجئ بنفس المقلب اللي هنعمله فيه. ايوه ايوه ايوه. طيب طيب ماشي، موافقين. ماشي ماشي، انا رايح بقى اجهز وغير هدومي وكده. دول بيفكروا في نفس الافكار. والله انا مش عارفه. وكمان في نفس اليوم حاجه عجيبه حاجه غريبه. ده رحت كمان غير هدومنا لحسن. دول سايبين الكاميرا. يلا احنا كده غيرنا، تعالوا بقى نحط حاجتنا هنا. يلا طبعا يا جماعة المقلب دوت ان شاء الله يظبط، ونشوف مين بقى مين هم المنتقد. طبعا هم عاملين حرب مقالب قوية جدا جدا جدا. هم كده واحد واحد. اعتقد لو المقلب نجح مع حد فيهم هياخد نقطة، لو واحد فشل والتاني نجح برضه التاني هياخد نقطة، لو اتنين نجحوا هياخدوا نقطة، لو اتنين فشلوا مش هياخدوا حاجة. مين اصغر واحد فينا؟ انا. وانا كمان، ما انا اختك انت وامي عبيد. انتوا عندكم بس 3 سنين، انما عندي 5 وانا 4. يلا يلا يا جماعة. يلا يا جماعة يلا بينا نروح مارينا. بس بقى قلتلي قلش. ايه ده انت جاي ورايا ليه؟ لا 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 انا كنت جاي اقعد في الاوضه عادي.
ممكن تخرجي لو سمحت عشان اغير هدومي. انا اللي كنت هقول لك نفس الكلمه دلوقتي، انت اللي هتخرج الاول. لا انا، لا انت، لا انت، لا انا، لا انت. طب ما انت بتقول انا يا زكي، يعني اطلع بره. يلا يلا يلا. ايه ده؟ ماشي يا جماعه تعالوا نقوا معايا لبسي من هنا. ماشي البس ايه؟ البس ايه؟ ايه رايكم في الطقم ده يا جماعه؟ يلا مش بطال هلبسه. رجعت لكم بعد ما لبسته، بصراحه مش عاجبني قوي يعني، فانا بفكر البس ده وخلاص. ف لا واحد تاني كده عاجبني خلاص. وبعد عن ايه ده حلو جدا. ودلوقتي بقى هطلع الميك اب بتاعي واتزوق بقى واعمل شعري وكده. استكفي بيرفيوم بلاشر بس. يلا خش. يلا خلصت. ايه ده انت نمت؟ انا ما طولتش خالص. نعم كل ده ما طولتيش خالص، حرام عليك. انت اللي جاب قارتنا. معلش معلش. يلا يلا. ايه ده ناس غريبة. اطلعي بقى يلا برا. ماشي يا عم. ايه ده جيت لكم؟ بس يا تانت اللبس ده حلو جدا. يلا اروح بقى دلوقتي علشان اعمل فيها المقلب الجميل ده. طب يا جماعه خليكم معايا طبعا. ايه ده؟ بصوا يا جدعان، بصوا 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 في ايه. بصوا الشمس لابسه نظاره. ما هات يا شمس دي نظارتي. ايه شكلها وحش قوي عليا. خدي يا شمس، خشي خدي. يلا يلا بقى نخرج دلوقتي ولا افضل قاعد؟ خلص من بدري يعني. مستنيكي. مستنيني ليه حضرتك يعني كده؟ يعني مش المفروض ان انا استناكي ولا ايه؟ لا المفروض تقولي انا جايه دلوقتي. طب خلاص عشان مش هنقعد نتكلم من بعيد لبعيد كده. ايه ده؟ اصبر جايالك. ماشي مستني. احنا عايزين نقولك على حاجه خطيره. مطيره بطيره بتقولهاش. ايه؟ لا لا كنت راجعين. عايزين ماك بدل ما لم تفهموش. عايز ايه؟ هكون عايز ايه يعني منك؟ ماشي خلاص يلا. طيب يا جم يلا. كنت اقول يا جماعة بتقولي حاجة؟ اعمل حق. هي الكاميرا الكبيرة فين؟ عشان انا قلبت عليها الدنيا مش لاقيها. وانت عايزها في ايه بقى ان شاء الله؟ علشان انا كنت عايز اعمل فلوج النهارده. فلوج ليه ان شاء الله يعني كده؟ ايه ده انت مالك اصلا؟ ماشي خلاص يعني انت محسسني انها حاجه سريه. ايوه ما هي حاجه سريه فعلا. ايه ده؟ يلا بقى نازل دلوقتي بقى. انا هعمل ان انا مغمى عليا. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه ده مالك فيه؟ ايه ده مالك؟ يا ربي فوقي فوقي فوقي. يا رب اتصل بالاسعاف بسرعه. انا رايح بسرعه. يا نهار انا ما عملتش حساب ان هو هيتصل بالاسعاف. ما اتفقتش مع دكتور. جيب موبايلي بسرعه. الو 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 يا دكتوره سمر، تعالي لنا، تعالي بسرعه. ايوه بسرعه، انا هعمل مقلب. مقلب ان عندي فيروس. ماشي تمام. طبعا يا جماعة ربنا يعدي المقلب المرعب ده على خير على خير عشان انا مرعوبة. يلا يلا هنام بقى دلوقتي. انا هكلم دكتور سمر بسرعة. الو الو دكتور سمر، تعالي بسرعة. الحقي الحقي ليان بتموت. طيب طيب انا جاية فورا. طيب طيب بسرعة ارجوكي. ماشي وما قلت جاية. ايه ده؟ يلا تعالي تعالي. انا جاتلي فكرة ضرب نار. بما انه ليليان تعبانه دلوقتي. ايوه جات فكره ضرب نار. ايه بقى؟ هبدا المقلب. حرام عليك انت وتعبان. اه والله حرام عليك يا عمو. لا لا ولا حرام علي ولا حاجه. هي اصلا بتمس قصدي إيه؟ هي يعني هتفوق وتبقى زي زي الفل يعني، بس هي إيه تعبانه شويتين. 3 4 5 6 7 مليون. ايه ده؟ ماشي يلا انا هبدا المقلب دلوقتي. الحقيني عندي كورونا، عندي كورونا. اف ايه ده؟ المقلب اتقلب عليا وطلع هو اللي عنده فعلا. انا فولت على نفسي وترددت فيه. انا خايفه.
انت كويس؟ انت كويس؟ ايه ده؟ انت مش مغمى عليكي وتعبانه ولا ايه؟ لا ما انا فقت على صوتك. انت كويس دلوقتي؟ تعال تعال نام. وقبل نص ساعه، بصي يا عمو انا عايز اقول لك حاجه خطيره مطيره بطيره. ايه ايه هي الحاجه الخطيره المطيره البطيره دي؟ بصراحه هي بتعمل مقلب. مقلب؟ مقلب ايه؟ ده عندها الفيروس، هي ما عندهاش حاجه بجد. ايوه امال هزار يعني. ف انا قلت اقول لك علشان بقى انت تمثل بطريقتك. ماشي ماشي، انا هوريكي يا ليليان ازاي تعملي فين بقى. انا هوريكي وهعمل فيها المقلب ساعه ما هي بتعمل، وهشوف بقى هي تعبانه ولا مش تعبانه. ماشي والله لما اوريكي. شكرا قوي، شكرا قوي يا حازم. العفو على ايه يا عمو، متشكرين. يا ربي يا ريتني ما عملت المقلب ده. إيه انتي بتقولي ايه؟ لا ولا حاجة. يا ربي يا جماعة زي ما انتوا شايفين ان هو اللي طلع تعبان وعنده الفيروس، وانا خايفة جدا ما اكلم الدكتور سمر دلوقتي. الو يا دكتورة سمر، جاي هو عشان المقلب. لا مقلب ايه وقرف بتاع وبتاع ايه بقى دلوقتي؟ ليه في ايه؟ للأسف ادهم طلع عنده الفيروس بجد. ايه انتي بتقولي ايه؟ ده لسه مكلمني وكان قلقان جدا عليكي. ما هو نزل وطلع، انا مش عارفة راح فين كده، هوت بيقول ان هو تعبان وعنده الفيروس. يا ادهم انت عرفت منين ان انت عندك الفيروس؟ وانا ماشي في الشارع اغمى عليا والناس فوقتني وودتني المستشفى وقالوا لي ان عندي كورونا. اهو زي ما انتي سمعتي كده هوت يا دكتورة، ارجوك تعالي بسرعة. طب يا جماعة زي ما انتوا شايفين، دي بتصور كمان. زي ما انتوا شايفين ان هو تعبان جدا. يا ربي اعمل ايه اعمل ايه؟ مقلب. ايه مش كنت بتعملي فيا مقلب ان انت عندك الفيروس؟ اهو حازم كشف لي كل حاجه. حازم تعال انا. يا ستار يا رب يا ستار يا رب. ايه في ايه؟ عايزه من ايه يا ابو ادهم؟ اعمليني تعمل لك حاجه. ما تخافش ما تخافش. انت قلت له حرام عليك، ده انا كنت خلاص المقلب ماشي كويس جدا وكنت ممكن ينجح، بس بسببك انت المقلب فشل. لا 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 ولا فشل ولا اي حاجه، انا ماليش دعوه والله. حرام عليك، ده كان مقلب ماشي كويس جدا لحد ما انت قلت له بوظت الدنيا. ماشي ماشي، انت كده وقت واحد وانا صفر. طيب اتقل عليا وانا هتلاقي اربع خمس مقالب نازلين عليك كل يوم. يا سلام. ويا جماعه طبعا دي كانت نهايه الفيديو، لو عايزين مقلب تاني اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وما تنسوش تحطوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبس بنحبكم جدا جدا جدا، يلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام، اكتبوا لي تحت افكار مقالب جامده وقويه.